دوفلون مهم. اول حاجه قبل ما تفرج في الفيديو هذا الاخ انا بغيتي تسجل في القران الامريكيه خصك تمشي تصور بعد التصويره ديال القرى سيبو اقرب وصول ولا سواني القرى التصويره ديال القرى وتخرج ديك الساعه. السلام عليكم اخوان بلا ما نطول عليكم، غتدخلوا هذا السيت هذا باش تسجلوا في القرعه ديال امريكا، من بعد تيعطيكم هذا الشكل ديال الكوم تشوفوا هذا حيت كاينين شي سيتات مزورين. من بعد الاخوان ملي تعطيكم هذا اللعيبه الصفحه هذه كتمشي كدير هذه كدير بيجن انتري كتورك عليها كيعطيوك هاد الرقم هذا باش يمشي يشوفو نتايا كما لك مارون كتدخلها 3 اس بي نفس غتدخلها خليكم معايا الاخوان دقة غتفهمو كلشي كتدخلها من بعد تدير بيجن انتري تعطيوك واحد اخر خصك تدخلو باش يتحكم لك مارون نتايا المهم المهم كدير ان ام في تدخل عاوتاني تدير سبميت ومن بعد الاخوان جيت تعطيكم هاد اللعيبه هادي تا هي كما شفتو هنايا تيقول لك بوردن استميت بوردن 30 مينوت يعني عندك 30 دقيقه بشويه يعني تخدم على الموضوع. المهم تدير لاست فاميلي نايم يعني الاسم العائلي ديالك كتكتبو هنا الاسم العائلي وكدير هنا فرست نايم الاسم الشخصي ميدل نايم مثلا الا كنت سميتك مثلا محمد امين دير لك نية السمية الاولى الثانية محمد امين بوحميدي مثلا ما تديروش نتا راجل ولا مرا تدير ميل اوف فيميل مي الاخوان كدير ترخيص ديال تدير ترخيص ديال والسنة من بعد تدير المدينة فاش تزاديتي نتا كازا كازا مراكش تطوان ولا تدير الكونتري ديالك يعني الدولة ديالك تدير فيها موروكو يعني فين تزاديتي هنايا ستة ما تقيسهاش خليها فياس وخليها كما هي ستة ما تقيسهاش الاخوان خليها كما هي سبعة تدير الفوتو ديالك الاخوان الفوتو ديال القرآن الاخوان الفوتو ديال الشهر المهم ركزو لي على الفوتو ويكونو فيها الشهر هما راه تيقولو ليهم ملي تيستيوا تيقول ليهم واش فيها الشهر ولا لا ما عليناش المهم الصورة خص تكون هي هاديك فيها العبار 600 على 600 المهم المصور عارف شي كبير هي هاديك الاخوان بعد تدوز لهنا لثمانية تدي الادريس الاولاني يعني مثلا في هاد الاولاني بلاتي بعدا خص دير بعدا الاسم ديالك السمية والكمية من بعد تدير الادريس الاولاني يعني فين تزاديتي ادريس بي ادريس فين تزاديتي مثلا الثاني فين كاين دابا انت ممكن تزاد فور زاد كنت تسكن في مراكش سيتي تاون يعني المدينة فين كاين دابا بروفانس يعني الجهة اللي اش تنتمي انت هي مراكش في مثلا الترويضة ستار بحال هكا كود بوستال تدير كود بوستال بالنسبة لكود بوستال غتدخل جوجل غدير كود بوستال المدينة ديالك غيطلع عليك كود بوستال مثلا مراكش هو 40000 من بعد كدير الكونتر سهلة كتلعب سميتها مروكو كتسعود كونتري وير يو ليف توداي يعني الدولة اللي ساكن فيها انت دابا غدير الدولة فين كاين دابا غتكليك عليها غيعطيوك الاختيار غدير مروكو. بالنسبة لإخواني الفون نمبر مثلا انت ساكن في مراكش مثلا ساكن في المغرب غدير زائد 212 وتكمل النمرة ديالك كنتي في الجزائر ما عطاش تيديرو هما. بالنسبه للادريس الاخوان دير الادريس ا دير الادريس غتكتبو بي غتعاود يعني غتكونفيرمي صافي تتمشي ل 12. بالنسبه للاخوان 12 المستوى الدراسي يعني بريميري سكور اون الابتدائي ما مقبولش هاي سكور نو ديجري ما مقبولش المهم هاي سكور ديجري
يعني عندك الباك فوكيشن سكول جامعه سامي فيزيتي كورس، يعني قريتي شي حاجه في الجامعه يونيفرسيتي ديجري سام كريديت لي كورسيز، يعني عندك السونس في الجامعه عندك ماستر، يعني دير المستوى الدراسي ديالك شي بين واخا. بالنسبة للطش إخوان وتزيور كيرن شميتر ستيس، يعني الوضعية ديالك واش مزوج أنا مريض مريض أنا مي مي سكوز زوج، يعني أنا مزوج والمرا ديالي ما عندهاش الجنسية الأمريكية. المهم المهم باش نطلق، المهم تقول لهم انا ما تقول لهم انا مريض، هنا تقول لك ميمبر اوف شيلد، يعني شحال عندك من الاولاد اذا ما كانوش عندك تدير الزهر، من بعد تدير كونتيني طرق على الاخوان صافي، اذا طرق على الاخوان صافي تتسجل هادشي اللي كاين الاخوان. من بعد الاخوان من تكليكي على كونتيني تعطيكم هاد ديك سيبسي، يعني العمليه تمت بنجاح. المهم الاخوان ما تنساوش ديروا لنا شي لايك، اللي ما تابوناش في القناه تابونا باش نكبروا العائله، وشكرا لكم جزيلا.